نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كنا بنسال الكابتن محمد يوسف قبل الفاصل، لو انت مكان مستر فايلر تعمل ايه المرحله اللي جايه؟ احنا ما قلناش ان الكابتن محمد يوسف هيجي مكان مستر فايلر، احنا بنقول لو انت مكان مستر فايلر يا كابتن محمد يوسف تعمل ايه؟ لا طبعا المهم جدا ان يعيش هو ذات نفسه، يعيش في استقرار. طبعا احنا ما عندناش اي اخبار، بس طبعا ما يقال لازم يحسم هذا الجدل تماما، وهو في المؤتمر قال ان انا يعني انا موجود مع النادي الاهلي وهكمل الثلاثيه مع النادي الاهلي. فعنده هدف كبير جدا، هو هدف افريقيا، بطوله قاريه، حتى هو على المستوى الاحترافي مهم جدا انه يضيف لنفسه بطوله قاريه ومع نادي طبعا عظيم زي النادي الاهلي، نادي فايز بثمان القاب يعني قاريه. فدي حاجه، فرصه كويسه دي، عليه انه ينهي حته يعني عارف، لان طبعا كل ما يقال حوالين الفريق وكده اللعيبه بتسمع وبتقرا وبتشوف، فهو برضو حسمه لنقطه زي النقط دي انا اعتقد ان مهم جدا. حاجه من الحاجات الثانيه ان هو ودي يمكن قالها عادل مصطفى في اكتر من استوديو، لازم يجهز اللعيبه كلها عشان الفتره الجايه فتره مهمه جدا، فتره كل ما بتقرب على مباراه الوداد كل ما تجهيزك لازم يزيد، مستوى اللاعبين لازم يبقى في تصاعد مستمر، عمليه تدوير اللعيبه لازم تبقى بدقه شديده جدا الفتره اللي جايه عشان يبقى الجرعات متساويه ويبقى عندك كل اللعيبه جاهزه عشان في النهايه تقدر تشتغل بكل الكروت بتاعتك، سواء الناس اللي هتبدا بيها او اللعيبه اللي هتبقى موجوده معاك. فاحنا يعني ده كل الحاجات اللي هي مطلوبه من مستر فايلر الفتره الجايه، و ان شاء الله الحلم الكبير بتاع النادي الاهلي. انا شايف جمهور النادي الاهلي عنده حلم كبير جدا، نفسه انت لو اتكلمت مع اي واحد في الجمهور في الشارع في اي مكان كده هيقول لك انا بموت ويعني اصحى وانام واصحى وانام بحلم ببطوله افريقيا. مظبوط. الدوري بطوله محببه وبطوله بيحبها جدا جمهور النادي الاهلي ومتعود عليها، لكن حلمه افريقيا. فاتمنى ان الحلم ده يتحقق. مش سهل يا محمد كمان ان انا بوصل سيمي فاينل او اوصل طبعا يعني اوصل طبعًا. فاينل او سيمي فاينل في الوقت اللي احنا شايفينه. مظبوط مظبوط. بس برضه انا كمان عندي مور كونسنتريشن، عندي تركيز بس أكثر. برضه يا كابتن لازم نبقى عارفين كويس قوي ان النادي الاهلي ما عندوش او ما بيعدش كم مره وصل فاينل. طبعًا. النادي الاهلي بيعد القاب فقط لغير طبعا، بيعد هو كسب البطوله بتلعب على بطوله كاس مصر كسبه كم مره، الدوري كسبه كم مره. لكن مش وقت. هدف من اهداف النادي الاهلي انه يقول لك انا وصلت السيمي فاينل او انا لعبت مثلا سبع نهائيات. لا طبعا. انا يعني انا شخصيا البطوله يعني انا شخصيا راجل اشتغلت في النادي الاهلي وكل اللعيبه كابتن علاء وكابتن شريف وكل، لان احنا لو سالتك انت وصلت كم فاينل كاس مصر او كم فاينل خدامك ايمن شوقي. ايوه انت كابتن كبير، ده انت هداف يا عم، محدش يقدر يجي جنبك مكنه الاهداف. الله يخليك. من الاخر المركز الثاني مش موجود في النادي الاهلي. مش موجود في النادي الاهلي. احنا بنعد البطولات. احنا بنعد البطولات كابتن عادل. بص الفتره اللي احنا فيها اللي جايه ديت